مقادير الناجتس بتقول ان احنا معانا ايه؟ صدور فراخ مفرومه، وانا مش محدده ايه الكميه، علشان يعني على حسب ما انتوا عايزين. هتفرزوا، ممكن تزودوا، هتشتغلوا بيها على طول، خلوا الكميه اللي انتوا عايزينها على قد عدد افراد الاسره. عندي ايه كمان؟ هنحط على صدور الفراخ 3 معالق كبار من النشا، معلقه كبيره من الخل، معايا معلقه كبيره توم باودر، معلقه كبيره بصل باودر، معلقه صغيره زنجبيل باودر، بهارات فراخ وملح وفلفل اسود. دي التوابل بتاعتنا، وهتلاحظوا ان التوابل كلها باودر، لسبب ان انا مش عايزه حاجه تبقى ظاهره في الخليط بتاعنا، علشان ما يبقاش واحنا بنقلي طالع من الفراخ نفسها. طيب هنغلف بايه؟ عندنا طبقتين تغليف او كذا طبقه تغليف، بمعنى ايه؟ عندي حليب وبيض، هنحطهم الاول مع بعض، ورشه ملح وفلفل اسود. دي اول حاجه، بس هي مش اول حاجه، لا هي اول حاجه عندي البقسماط، يبقى احنا هنمشيها كده يا حمدي. بص كده، ادي الاول، التاني، التالت، الرابع، بيض وحليب ومعاهم رشه ملح وفلفل اسود. لو البقسماط ده اللي هو البقسماط المتبل اللي احنا بنجيبه جاهز، يبقى مش هنحط الملح، هنحط فلفل اسود بس. هنحط في بيض وحليب وارجع للبقسماط، وبعد البقسماط ارجع لبيض وحليب تاني، واروح حاطه في الكريسبي اللي انتوا شايفينه ده، عشان يطلع زي الناجتس اللي بنجيبه من بره بالظبط. طيب عايزه تحطي كل مكوناتك في الكبه وتعمليها كلها مره واحده وتبقى عجينه واحده، ماشي، ما فيهاش اي مشكله. طيب بنوصل لمرحلة الخلط مع بعضها، وبنرجع المرحلة التانية. أول مرحلة الأول أهي، بسم الله، آدي الفراخ المفرومة، وتكون مفرومة ناعمة جدا. بصوا الخليط عامل إزاي. بصوا يا حمدي معايا، بصوا ناعم إزاي، مش مكتل ولا أي حاجة. الفرارج اللي عندك مش هيفرمه، وما عندوش موضوع الفرم ده، ما فيهاش اي مشكله. هنعمل ايه؟ هنفرمه في الكبه عندنا ونديله كذا وش. يعني ايه كذا وش؟ يعني نديله كذا فرمه. بسم الله، بحط كل التوابل بتاعتنا وكل المكونات اللي قلناها، وهزود عليها ملح وفلفل اسود. بس عايزه اقول لكم على حاجه، ان احنا لما نيجي نحط الفلفل الاسود نحط حاجات بسيطه قوي. ليه حاجات بسيطه قوي؟ علشان انا مش عايزه اللحمه نفسها تغمق، مش عايزه اللحمه نفسها تغمق، عايزاها لونها يكون فاتح كده، ولادي يجوا ياكلوها من جوه، او انا اجي اكلها اقطم القطمه كده الاقيها من جوه فاتحه، ما الاقيهاش غامقه. فهو يا دوب اهو رشه بسيطه كده من الفلفل الاسود، وابدا بعد كده اخلط ده كله مع بعضه علشان يديني عجينه واحده. وارجع واقول عايزه تحطيها في الكبه وتخلطي كله مع بعضه مره واحده، عشان كله يبقى عجينه واحده، ما فيهاش اي مشكله بالشكل ده كده اهو، علشان التوابل كلها تتشرب. وخلوا بالكم ان انا الثوم البودر والبصل البودر حطاهم علشان يدوا تطعيمه ويدوا نكهه حلوه، لكن ما ينفعش احط ثوم واحط بصل وافرمهم في الكبه، لا ما ينفعش الكلام ده. التتبيله عايزه اقول لكم ريحتها هايله مع بهارات الفراخ، ويا سلام بقى لو بهارات الفراخ اللي احنا عاملينها بايدينا، هتبقى في منتهى الجمال. بصوا عجنت كده كله كويس بالشكل ده. بصوا انا بمشي ازاي، بلم كله مع بعضه كده بالشكل ده، بقت عندي عجينه اهي سهله التشكيل. بصوا ومتماسكه. كان حد هيقول لي مثلا ان هنا هو الخل اللي احنا هنحطه في التتبيله دوت او على الفراخ مش هيخليها مسيله وتبدا ان هي محتاجين ان احنا نحط لها حبه بقسماط عشان تمسك؟ لا، هيديها سنه نزازه، وهيديها لو الفراخ عندنا فيها 0.5% ان هي مزفره هيمنع ريحه الزفاره، بس اكيد طبعا هي مش تبقى زفر. بصوا المنظر عامل ازاي. طيب اول خطوه كده معايا خلصت، ناقص التغليف. بس قبل التغليف احنا عندنا التشكيل، مش عايزين ننسى حاجه زي كده. هشكل بايه؟ اسهل طريقه للتشكيل ان احنا نشكل على اكياس ثلاجه. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا هجيب القطاعات اللي احنا بنعملها. يعني ايه قطاعات؟ يعني اللي هي الاستنباط الاشكال. طبعا الناجتس احنا عشان ولادنا يبقوا حابين ان هم ياكلوه ويلفت انتباههم،
بنحاول نجيب الاشكال اللي هي تعلم معاها، زي الناجتس الجاهز من بره بالظبط. انت لو عملتيه واولادك ما شافوش انت بتعملي ايه، وجيتي طلعتيه من علبه كده بلاستيك انت حافظاه فيها او حاجه وقالتيه قدامهم، عمرهم ما هيحطوا في دماغهم ان الناجتس ده انت اللي عاملاه، لا هيحطوا في دماغهم ان انت جايباه جاهز وهتقليه قدامهم مع حبه بطاطس محمرين مع كاتشب ومايونيز، بقى عندهم الاكل في منتهى الجمال. بصوا كده عملت ايه، حطيت كيس ثلاجه من تحت وكيس ثلاجه من فوق، وهبدا ان انا اهو امشيها سمك واحد. بصوا الزياده اللي تطلع ما فيهاش اي مشكله اهي. مش عايزه السمك ولا يبقى رفيع ولا يبقى عريض. ليه؟ بصوا لا كده بالنسبه لي رفيع، هعمل كده تاني ما فيهاش اي مشكله اهي. عايزه السمك يكون متوسط، ما افردهاش قوي علشان ما تبقاش رفيعه. نونه طب وفيها ايه لما افردها وتكون رفيعه؟ ما انا لسه عندي طبقات تغليف هتتحط. اه ماشي ما فيهاش اي مشكله، انا عارفه ان في طبقات تغليف هتتحط، بس برضو مش عايزه السمك بتاعها يكون رفيع. طب عايزه نشابه غير دي عشان هيك منها تقيله. طب بقول لكم ايه، تعالوا اقول لكم على حاجه بالظبط. الجيش قال لك ايه؟ اتصرف، هنعمل كده. ما عنديش نشابه وما بحبش المعجنات وما بشتغلش بالمعجنات، هعمل ايه يا نونا؟ ما فيش اي مشكله، هعمل كده واروح حاطه كيس الثلاجه، عندي البقره بتاعت الاستريتش، عندي كوبايه، عندي ازازه، اللي موجود عندك اعمليه، وهعمل كده اهي. لسه هنقعد ندور. نعم. يا باشا احنا عندنا ما فيش حاجه بتقف. بصوا كده يعني ما بنقفش على حاجه يا جماعه، والله عندنا في البيت ممكن ستات البيوت اصلا يعني يشتغلوا باي حاجه. بقول لك ممكن يشتغلوا بازازه، ازازه الميه اللي هي دي يعملوا بيها اللي هي كوبايه الشوب بتاعت العصير يعملوا بيها. فرضا انا ما بحبش معجنات وما بشتغلش في العجين، هبدا ان انا اعمل ايه؟ هنزل اشتري نشابه مخصوص عشان اعمل بيها ناجتس؟ مفيش الكلام ده. اهو السمك ده كده كويس وهو ده اللي انا عايزاه. بصوا بقى هعمل ايه؟ هشيل كده واروح جايبه القطاعات الاشكال اللي انتوا عايزينها، ايا كان الشكل اللي انتوا عايزينه. عندنا شكل قلب، عندنا شكل مدور زجزاج كده، عندنا شكل نجمه، على حسب ما انتوا عايزينه. هعمل كده، شايفين بعمل ايه؟ بالشكل ده كده تمام. واروح جايبه كده شايله الزيادات وابدا ان انا اعملها من تاني. ممكن طبعا بس هي مش مستاهله. حمدي بيقول لي حمدي بيقول لي هل ينفع ان احنا نغطس القطاعه ديت في دقيق او حاجه علشان ما تلزقش في الفراخ؟ اه طبعا ينفع، بس هي مش مستاهله زي ما انت شايف كده. بصوا انا عايزه اقول لكم على حاجه، ان احنا ممكن نعمل العجينه كلها على الرخامه كده اهي بالشكل ده كده، الشكل اللي انتوا عايزينه. بنشيل الزيادات وبنبدا ان احنا نجمعها تاني علشان نعمل شكل مختلف تاني من الناجتس. طيب المفروض ان احنا بناخد الشكل ده كده اللي احنا عملناه وبنحطه في طبق وبنحطه في التلاجة يشد شوية قبل التغليف. ليه؟ علشان يديني نتيجة حلوة، يعني تبقى قطعة الفراخ بدل ما هي طرية طبعا كده مطرح العجن واللي احنا عملناه، لا تشد شوية وتبقى ماسكة شوية واحنا بنشتغل بيها. طيب ده أول حاجة كده معانا، تعالوا نبدأ إن احنا ناخد العجينة بتاعتنا كده ونشكلها تاني. ادي جزء من العجينة. نونا أنا ولا عندي ده ولا عندي كاس تلاجة
ولا عندي اي حاجه خالص، وعايزه اعمل الناجتس اللي انت عملتيه. طيب ماشي، همسك كده، هو مش زيت هو دقيق، بصوا كده عايزه رشه دقيق يا شباب. انا بديكوا كل الاختيارات وكل البدايل اللي موجوده عندكوا في البيت، كل الاختيارات والبدايل اللي موجوده عندكوا في البيت. انا دلوقتي ما عنديش نشابه وما عنديش كيس ثلاجه، او الكاس اللي عندي مثلا على قد هعمل فيهم حاجه، وما عنديش ان انا افتح الكيس وابدا ان انا اعمل كده. اعمل ايه؟ رشه دقيق على راس رخامه المطبخ، وتبداي تاخدي الكميه كلها بالشكل ده كده وتفرديها بايديكي، مش محتاجه ولا نشابه ولا اي حاجه. انا بحاول اسهل عليكم الدنيا، ربنا يسهل علينا وعليكم الدنيا يا رب وامورنا كلها. بحاول ابطط بقى العجينه كلها وابدا ان انا اقطعها. طيب حاجه تانية، خلوني معاكم للاخر، ما عنديش القطعات دي، وعايزه اعمل شكل مثلا مدور. اصغر كوبايه عندك لو غطى بطرمان، بصي وصلت لايه، بصي وصلت لايه. اي حاجه عندي، كوبايه غطى بطرمان ايا كان اللي موجود شكلي بيه، مش شرط ان انت برضو تنزلي تجيبي قطعات. فانا بحاول بقدر الامكان اديكي بدايل علشان تطلعي الشكل او الصنف اللي احنا عايزينه من غير ما تبداي ان انت تصرفي كتير. طيب اهو حطينا كده، عملنا الدقيق كده اهو في الارضيه، وبدات ان انا افرد بالشكل ده كده. وزي ما مونتي قال، ايديا طبعا عشان الكلافز وعشان ما تلزقش في ايديا، اعمل ايه؟ ممكن ان انا ادهن زيت، بس ما ادهنش الترابيزه ولا الرخامه، لا انا هدهن ايدي كده علشان اعمل كده. انا عارفه والله. بصوا كده بيسهل عليا كمان الفرد، دهنه الزيت اللي انا دهنتها بتسهل عليا الفرد. السمك بقى اللي انت عايزاه. يبقى احنا كده فردنا من غير نشابه ومن غير كيس ثلاجه ومن غير حاجه خالص. بالشكل ده كده، عشان برضه ابقى معاكم للاخر، عايزه كوبايه قهوه صغيره. انا معاكم للاخر، ان بصوا اي حاجه موجوده عندنا في البيت هنشكل بيها. ما عنديش قطاعات، هقطع بكوبايه. ما عنديش نشابه ولا اكياس ثلاجه، فردت على رخامه المطبخ ودهنت ايديا بالشكل ده زيت، وبدات ان انا افرد اهو عشان اقطع. غطا ازازه، غطا بطرمان، ايا كان اللي موجود عندنا، بسم الله. بصوا كده، ادي كوبايه صغيره. بعمل ايه بقى كده؟ بروح منزلاها في الدقيق. ليه؟ علشان نعم بتطلع. بصوا بروح عامله كده، شايفين كده كده، بروح عامله كده الشكل اللي انتم عايزينه او الحجم اللي انتوا عايزينه. يبقى انا كده عملت برضو ناجتس بحاجه موجوده في البيت، وما جبتش حاجات من بره ولا قطاعات ولا الكلام ده كله خالص. اهو بحاول معاكوا اهو، ماشيه معاكوا واحده واحده علشان نعمل حاجات من البيت وما تكلفيش نفسك كتير. بسم الله. انا بالنسبه لي وانتوا عارفين عني الكلام ده، انا مش شرط ان انا اطلع اعمل صنف وبس، لا لازم اديكوا اختيارات وحلول كتير. بصوا بطلع كده الزيادات، تتعجن مع بعضها تاني علشان ابدا ان انا اشكل من جديد بالشكل ده. بقى عندي اهو الناجتس مدور. طيب هعمل ايه؟ هجيب بلانشة كده مثلا اهي، وابدا ان انا اعمل كده. بصوا بيطلع بسهوله ازاي علشان الدقيق اللي انا حطيته في الارضيه بتاعه المطبخ. واعمل ايه؟ اروح حطاه في الفريزر 10 دقائق او في الثلاجه لو انت عندك وقت، يعني تعتبر ربع ساعه او تلت ساعه او ازيد، يشد معايا شويه قبل ما ابدا ان انا احطه في التغليف. اهو عينيا الاثنين، حاضر. ايديا كلها دقيق.
بصوا كده ادي رشه الدقيق اهي مطرح اللي احنا خدناها مع الاولاني، واروح عامله كده وابدا ان انا افت وما انساش دهنه ايدي بالزيت اللي هتنعم لي الوش بتاع الخليط بالشكل ده كده. يبقى احنا عملنا ناجتس، يا دوب فرمنا الفراخ. في على فكره فرجيه كتير ممكن ان انتوا تفرموا عندهم الفراخ وبيطلعوها مفرومه، في اماكن من السوبر ماركت الكبيره بتبقى بتبيع الفراخ اللي هي المفرومه، برده ممكن انت تجيبيها منهم وتوفري على نفسك موضوع الكبه. طيب جبت صدور الفراخ او جبت الوراك وتكون مخليه مفيش فيها عظم ولا اي حاجه، بدات ان انا افرمها في الكبه عندي، رحت متبله بعد كده بالتوابل، وبعد كده رحت عامله بالقطاعات ايا كان، او عندي كوبايه، عندي غطا بطرمان، غطا ازازه، ايا كان اللي موجود عندك، عملتهم حطيتهم على صينيه او على صاج وحطيتهم في الفريزر او في التلاجه يشدوا شويه، رجعت بعد كده رحت مطلعاهم عملتهم في طبقه التغليف. عندي وقت، خلوا بالكم اللي انا بقوله، عندي وقت ممكن ان انا احطها في الفريزر شويه كمان تشد معايا وهي بطبقه التغليف قبل الاليه كده، يبقى انا ضمنت ناجتس هايل. طيب عشان افرز ممكن ان انا اعمل في طبقه التغليف واروح حاطه في الاطباق اللي هي الفوم اللي هي البيضه اللي هي الفل، واروح رصاهم وبين كل طبقه وطبقه افتح كيس ثلاجه، اجي بعد كده اطلع الزيت يبقى درجه الحراره بتاعته متوسطه علشان يستوي معايا كويس من الفريزر للزيت، ما سيبهوش يفك بره، وهيطلع معاكي احلى ناجتس في الدنيا. طبعا احنا عاملين نسخه، والنسخه بتاعتنا محطوطه في الفريزر بطبقه التغليف عشان اوريكي لما تتحط هتبقى عامله ازاي في الاليه، وتتحط وهي مجمده ما تستنيش ان هي تفك. تعالوا نطلع فاصل، في الفاصل هعمل ايه؟ هكمل بقيه القطعه اللي انا لسه عاملاها دي وهحطها في الفريزر تشد شويه قبل ما اعملها في طبقه التغليف، ونرجع نعملها في طبقه التغليف، وارجع اشيلها لكم تاني لاخر الحلقه تكون المراحل كلها مشيت معايا عشان تبقي ماشيه معايا واحده واحده. اوريكم كده حاجه منه، بصوا كده انا طلعت دول بس كده عشان اوريهم لكم، لكن همشي على طول كده علشان يكمل تحميله. ده الناجتس اللي احنا عملناه مع بعض، الناجتس اللي عملناه مع بعض، قلت لكم هنشوف المراحل بتاعته. ادي حليب مع بيض، واروح حاطه عليه رشه من الفلفل الاسود والملح. ليه هحط هنا ملح؟ عشان كده كده البقسماط عندي مش اللي هو متبل، وهبدا ان انا اغلف كده. بالشكل ده، بالشكل ده كده. وهعمل ايه؟ بصوا بقى الاحسن ليكوا بنعمل ايه، بنغلف كله في البيض، وبعد كده بايديا بكون غسلت ايدي واروح مغلفه في البقسماط، واروح بعد كده مغلفه في البيض كله، وبعد كده اغلف في الكريزم. بس انا هوريكم واحده علشان وقت حلقتنا. بصوا كده قطعه الناجتس، بصوا مسكت نفسها ازاي بالشكل ده. طيب بعمل ايه؟ بنزل في البيض، واروح طالعه من البيض نازله في البقسماط، بقت عامله كده، انزل في البيض تاني اطلع كده اروح عامله في الكريسبي، تطلع بالشكل ده. شايفين شكلها عامل ازاي؟ شايفين المنظر؟ بتخلصي الكميه كلها. انا كان ممكن ما اوريهالكوش واقول لكم ايه، لا ما احنا كده كده عاملين منه نسخه، بس انا ما كنتش عايزه كده، لا انا كنت عايزه اوريكم شكلها لما بتتغلف بتبقى عامله ازاي. بص كده يا حمدي لما بيطلع بيبقى عامل ازاي، درجه النار متوسطه مش عاليه علشان الفراخ معايا تستوي بالشكل ده كده اهي. شايفين المنظر؟ لونه ذهبي فاتح والتشكيله بتاعته تجنن زي ما انتم شايفين كده. يبقى دي كده الناجتس بيتقدم جنب بطاطس محمره، ويتقدم جنب كاتشب ومايونيز زي ما انتم شايفين كده. شكله طبعا بيتكلم عن نفسه المنظر ده كده. تعالوا نقدمه، بسم الله.
ده باقي الناجتس اللي احنا كنا عاملينه، بس هما كانوا بيحمروه في المطبخ عشان الوقت. بالشكل ده كده، على حسب بقى الشكل اللي انت عايزاه، على حسب اللي انت عايزاه، حسب التقطيعه اللي موجوده عندك اعملي اللي انت عايزاه. ما عندكيش تقطيعات اعملي بالكوبايه الصغيره بتاعت القهوه زي ما قلت لك. بسم الله. بص من جوه ليه؟ ادي الناجتس وريهولكم لكم من جوه، والفراخ يعني انت فيروس في الحروف. الفراخ هايله عشان السبايس الاحمر اللي احنا حاطينه.